عزيزي المشاهد ارحب بك ترحيبا قلبيا في حلقه جديده من حلقات برنامج انجيل الله في هذا البرنامج نحاول ان نفهم ما هو الانجيل ما معنى الانجيل نفهمه من متخصص في شرح الانجيل شخص سمى نفسه بهذا الاسم الجميل مفرز لانجيل الله نفهم كمان ان الله افرزه للانجيل من بطن امه هو الرسول بولس يعني الراجل ده من يوم ما اتولد ربنا عينه وخصصه لاجل الانجيل، كي يشرح لنا الانجيل ويوضح معانيه. وقد اخترنا رساله كتبها هذا الرجل المتخصص في شرح الانجيل، رساله روميا، لكي نفهم منه ومن خلالها المعاني العظيمه للانجيل. عزيزي المشاهد اقرا معك مره اخرى هذه العبارات الجميله. التي بدا بها المتخصص في شرح الانجيل الرجل المفرز للانجيل الرسول بولس في رساله هي رساله الانجيل رساله روميا اقرا معي هذه الاعداد الجميله كما سجلها الوحي بالروح القدس يقول بولس بولس عبد ليسوع المسيح المدعو رسولا المفرز لانجيل الله انجيل الله الذي سبق فوعد به بانبيائه اي ان الله وعد بالانجيل بالانبياء كل انبياء الله كانوا بيوعدوا البشر بناء على امر من الله الله بيوعد البشر من خلال الانبياء بانه هيجي الانجيل سبق فوعد به بانبيائه في الكتب المقدسه عن ابنه عن ابنه الذي صار من نسل داود من جهة الجسد وتعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات من هو ابنه؟ عن ابنه يسوع المسيح ربنا عزيز المشاهد ما أجمل هذه العبارات أعطيك تلخيصا سريعا لما ذكرناه في الحلقة السابقة قلت وأكرر يظن البعض أن موسى كتب كتاباً هو التوراة. وداوود كتب كتاباً هو المزامير. والمسيح كتب كتاباً هو الإنجيل. وهذا فكر خاطئ تماماً عزيزي المشاهد. المسيح لم يكتب كتاباً والإنجيل ليس كتاباً. هقولها تاني. المسيح لم يكتب كتاباً. لم يكتب كتاباً لأنه هو موضوع كل الكتابات. كل أنبياء الله قبل المسيح وبعد المسيح يكتبون عن شخص المسيح الكتاب المقدس 66 سفر 39 في العهد القديم 39 كتاب أرسله الله موضوعه الأساسي هو شخص المسيح 27 سفر في العهد الجديد كتبه ثمان رسل وأنبياء مقامين من الله يقول عنهم الروح القدس نحن كمسيحين مبنيين على أساس الرسل والأنبياء ثمان رسل وانبياء كتبوا العهد الجديد يكتبون يكتبون عن شخص واحد هو شخص المسيح، المسيح لم يكتب لكن المسيح هو موضوع الكتابه والانجيل ليس كتابا لكنه موضوع كل الكتاب. انا جبت الفكره دي من الكلام اللي قريناه. الرسول بولس بيقول الانجيل سبق فوعد به الله بانبيائه في الكتب المقدسه اي ان الله في كل الكتب التي ارسلها كان يعد البشر بالانجيل فالانجيل ليس كتابا لكنه خبر مفرح عن وصول المخلص هذا الخبر المفرح وعد به الله بنو البشر وعد به بانبيائه وعد به في الكتب المقدسة وعليه عزيز المشاهد عندما نقرأ الكتب المقدسة أقصد التسعة وثلاثين كتاب في العهد القديم عندما نقرأها نقرأها لنبحث عن الإنجيل إيه الخبر اللي الأنبياء كتبوا عنه في الكتب المقدسة إن في مخلص سيأتي المخلص سيأتي هذا ما ذكرناه في الحلقة السابق أن المخلص سيأتي لأن مشكلة البشر الأساسية هي مشكلة العبودية للخطية والنتائج المدمرة التي سببتها الخطية والتي نرى أثارها العملية في كل بقاع الأرض من حروب من سفك دماء من كراهية من انهيار أخلاقي من شر خارج من كيان الإنسان جاء المخلص ليخلص الإنسان من خطاياه قال الملاك للعذراء المطوبة مريم تدعين اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. لكن الرسول المتخصص في شرح الانجيل بيقول ان الانجيل ده عن ابنه كلام جميل قوي عن ابنه يبقى ارجو انك تلاحظ الترتيب الله وعد بالانبياء في الكتب المقدسه بالانجيل عن ابنه مين ابنه؟ يسوع المسيح ربنا هقولها تاني بالترتيب ده وأرجو أنك تاخد بالك وتنتبه إليها شكرا لله من كل القلب لأنه منذ أن حل بالبشر مأساة الخطية وجاءت كارثة الخطية كان الله يعد الله يعد يعد من خلال الأنبياء يجوا أنبياء الله الحقيقيين يتكلموا بالنيابة عن الله بيقدموا وعد للبشر الله يعد يعد بالانبياء يعد بالانبياء في الكتب المقدسه يعد بالانبياء في الكتب المقدسه بالانجيل والانجيل عن ابنه عن ابنه الانجيل خبر صار كلمه يونانيه معناها خبر مفرح والخبر المفرح عن ابنه عن المسيح وبعيدا عن المسيح لا توجد اخبار مفرحه نعم اقولها واعنيها جاء انبياء كثيرون يشيرون الى المسيح ولم يدعي واحد من انبياء الله ان بيده خلاص بني البشر لم يدعي واحد من انبياء الله انه مرسل من الله ليخلص بني البشر لكن كل انبياء الله نقلوا للبشر وعد الله بمجيء المخلص الذي هو يسوع المسيح ربنا عزيزي المشاهد يسوع المسيح ربنا هو الذي وعد به الله بانبيائه في الكتب المقدسه خبر صار موضوعه المسيح ربنا لانه هو الذي يخلص لكن هنا ناتي الى قضيه في غايه الاهميه من هو هذا المخلص من هو شخص المسيح انا اعتقد وربما توافقني عزيزي المشاهد أنه لم تظهر شخصية في تاريخ البشر أثارت جدلا كما أثارت شخصية المسيح. من هو المسيح؟ المسيح لمدة ألفي عام يعبده المسيحيون يعبده المسيحيون عزيزي المشاهد أرجو ما تنساش الحقيقة دي المسيحيون اختلفوا طوائف بالعشرات وربما بالمئات بس الشيء العجيب ان كلهم بيتفقوا ان المسيح هو الههم اله هل المسيح هو الله الظاهر في الجسد يعني كل السنين دي الفين سنه كل الطوائف دي ما طلعش حد عاقل من وسطيهم يقول يا جماعه ما ينفعش ليه كلهم متفقين على هذا الامر ليه بيجيبوا ادله من كتب العهد القديم بتقول هذا الكلام شخص المسيح شخص عجيب وغريب وإذا كان هو موضوع الإنجيل فيجدر بنا كما حاولنا أن نفهم ما هو الإنجيل في الحلقة السابقة يجدر بنا أن نفهم من هو المسيح في هذه الحلقة. ابقى معي عزيزي المشاهد بعد الفاصل لكي نحاول أن نجيب عن هذا السؤال من هو المسيح الذي هو موضوع الإنجيل. اهلا بك عزيزي المشاهد وارجو انك تكون قد سالت هذا السؤال لنفسك من قبل من هو المسيح؟ من هو المسيح؟ لن اجيب عن هذا السؤال من مواضع كثيره في الكتاب او عن من دراسات مختلفه قام بها رجال افاضل لكن ساجيب من خلال هذه العباره المختصره التي سجلها الرسول بولس هنا عن المسيح ارجوك عزيزي المشاهد انتبه لكلمات هذه العباره ستظهر امامك على الشاشه ارجو ان تنتبه اليها لانها في غايه الجمال ولا سيما من جهه انه ينظر الى شخص المسيح ليعرفه من هو من وجهتين من وجهتين المسيح لا يمكن ان يدرك اذا نظر اليه من وجهه واحده هناك وجهتان ينبغي على من يريد ان يعرف شخص المسيح ان ينظر اليه من تلك الوجهتين، ما ينفعش ابدا من وجهه واحده، ايه هما الوجهتين دول علشان نعرف شخص المسيح؟ اقرا معي هذه العبارات. يقول الرسول عن ابنه من هو الابن؟ من هو المسيح؟ عن ابنه تقدر تحط العبارات بين قوسين وتقول عن ابنه يسوع المسيح ربنا. طب والعبارة اللي بين قصين هي اللي بيعرف بيها شخص المسيح أرجو أن يكون واضح عن ابنه يسوع المسيح ربنا مين هو يسوع المسيح ربنا اسمع يقول الذي صار من نسل داود من جهة الجسد وتعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة تاني من نسل داود من جهة الجسد ابن الله من جهة روح القداسة إذا هناك وجهتان ينبغي أن ننظر إلى شخص المسيح من خلالهما الوجهة الأولى من نسل داود من جهة الجسد من حيث الإنسانية ثم من حيث اللاهوت شخص المسيح شخص عجيب غريب وأنا أشرت في الحلقة السابقة إلى نبوة إشعياء عنه في إشاعية 7 عدد 14 وإشاعية تسعة عدد 6 هذكر لك العبارتين مرة تاني عشان تشوف إزاي إنه حتى أنبياء العهد القديم كانوا بينظروا لشخص المسيح مش من وجهة واحدة لكن من وجهة ناسوته إنه إنسان ومن وجهة لاهوته إنه ليس مجرد إنسان وهنا أقف وقف قبل ما أقول الآيتين نحن لا نؤله الإنسان يسوع المسيح حاشا لا تأليه لإنسان لكن نقول أن الإله قد تنازل وأخذ طبيعة بشرية فصارت له طبيعتان هو الله وهو أيضا إنسان. اسمع ماذا يقول إشعياء يقول السيد نفسه يعطيكم آية هل العذراء تحبل وتلد ابنا؟ اه إنسان المولود من العذراء إنسان بكل قلبنا نشاركك عزيزي المشاهد ونؤكد ان المسيح انسان بس نكمل الايه وتدعو اسمه عمانوئيل وفسر لنا متى كلمه عمانوئيل الله معنى كيف يولد وكيف يدعى اسمه الله معنى يولد لانه انسان الله معنى لانه ليس مجرد انسان لكنه الله الظاهر في الجسد